صباح الخير. اليوم بفت بيت رح نكون عم نشتغل سوا lower body exercises. رح كون عم ركز أكتر على tempo of the exercise أنه ما يكون كتير سريع، وهذا شيء كتير بشوفه، أخطاء كتير بشوفه مع الأشخاص اللي بيشتغلوا lower body، بيحاولوا أنه قد ما فيهم يسرعوا بالتمرين ويخلصوا بسرعة، وهذا الشيء طبعاً ممكن يعرضنا على injury وكمان بيخفف كتير من استفادتنا بالتمرين. رح كون عم ركز مثل ما قلت لكم على سرعة التمرين. رح أبلش بأول تمرين، رح كون عم أشتغل سكوات. رح يساعدني هيدا البول أنه أنا أعمل بالانس، جلس ظهري، وبنفس الوقت رح كون عم بساعدني أنه أنا أتحكم بالنزلة والطلعة. رح كون عم بنزل شوي شوي، slowly down وأطلع لفوق، slowly up down. طلع شوي أسرع بس بعدني عم مهلي، عم بشتغل عم مهلي. ثلاثة أربعة خمسة ستة عم مهلي بالنزلة شوي أسرع بالطلعة. بعد مرتين، آخر مرة ريح. طبعاً هيدا الإكسرسايز عملناه ست وحدة، بنصحكم تكونوا عم تعيدوا كل تمرين من هيدا التمارين لثلاثة ساتس لتكونوا عم تستفيدوا أكتر. رح كون عم بشتغل تاني إكسرسايز اللي هو لانجز. باللانجز دايماً مهم أنه أنا كون عم بشتغل بلش بإجري عم بطلع بارلل، يعني إجري بتوازيين برجع لورا باخد وضعية اللانجز. هون رح كون عم زيد مع اللانجز تويست صغيرة تو ذا سايد بهالشكل. كمان هذا الاكسرسايز بده بالانس، فلازم نكون عم نركز ونشتغله على البطيء. رح انزل 1 تويست هاند اب، 2 3 4 5 وبعد مرة 6 and up. رجع اجري، shake the legs، بريك كتير صغيرة. بنتقل للجهة الثانية، مثل ما قلنا الاجرين parallel، بتبلش بهالشكل. كمان انا وعم بنزل هالمرة بكون عم بعمل تويست عم اهلي. 2 3 أربعة خمسة بعد مرة ستة ريح. أكيد لازم أكون عم ريح unless قررت أنه أنا أشتغل التمارين ورا بعضها بلا ريحة لفول راوند. أكيد هذه طريقة هاي intensity، إذا بدكم interval hit ممكن تكون عم بستفيد منها، بس مش لازم دايما أكون عم بعملها. بهالبريك خلينا شي 10 ثواني او 20 ثانية بعد قبل ما نبلش ننتقل للإكسرسايز اللي ورا، رح كون عم بشتغل بالإلاستيك باند. رح أعمل ووكينج سكواتس، ثبت الإلاستيك باند بهالشكل، في نقي ليفل أنا بريحني. This is a medium level. رح انزل سكوات وهون رح اكون عم بمشي to the side walking. الهيب هو اللي عم يرجع دايما لورا، انتبهوا دايما الظهر ثابت. كمان slowly go hinge with the hip. كمان اخر مرة back side walks. هذا كان ثالث اكسرسايز، رح اختم انا وياكم باخر اكسرسايز. رح اشتغل على الفلور، رح انزل على الارض بعدني بالالاستيك باند. رح اشتغل بريدجز هون، رح كون عم بطلع، ولما اطلع رح افتح اجري، وبالنزله بكونوا مسكرين. سو ليفت اب
بنفتح وبنطلع. Up, open, close and down. Up, افتح, بسكر and down. كمان. Down, up, squeeze the glutes. بفتح, بسكر. Down, two more. بطلع. كمان. كتير مهم ركز على عضلتي. عم تشتغل. بعد مرة up squeeze. هون رح اطلع شوي لبرا. عم بفتح. 2 3 4 5 hold. بريح. خلصنا تمارين كتير مفيدة لللور بودي. بنصحكم تكونوا عم تشتغلوا هيدي التمارين. إذا ما كان عندكم وقت تروحوا على الجيم أكيد بالبيت رح تكونوا عم تستفيدوا منها، وبنفس الطريقة على مهلي بتركيز على العضلات. بتمنى لكم نهار حلو وبشوفكم أكيد أنا بتمارين جديدة بكره.